لن نقف مكتوف الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخط. مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات. أمنكم وسلامكم هو أمننا وسلامنا. نحن من هنا عرفنا أننا لسنا وحدنا في مقاومة أو مواجهة الأتراك المستعمرين. مصر لديها أقوى جيش في المنطقة وفي إفريقيا. إن هذا الجيش جيش رشيد جداً جداً، ولا يعتدي ولا يقوم بعمليات غزو خارج أرضي. وإحنا ملناش في مصر أي مصلحة غير في استقراركم وفي وحدتكم. إحنا مش عايزين حاجة. موقف مصر موقف أخ واعي لجل السلم، يبذل فيه مساعي لم الشمل. وجد مو قليل، تحيا مصر، تحيا مصر عنوان القصيدة، وتحيا ليكم وتحيا ليكم. يعني إن تنتصروا بنا فسننصركم، إن تنتصروا بنا فسننصركم. أهلا بحضراتكم. في اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالوجهاء والأعيان ورموز القبائل الليبية، تحدث أحد الحاضرين بعبارات بدت عاطفية ووطنية وملحمية للغاية. تحدث عن الدعم الذي تلقاه الليبيون من مصر، وكيف كانت مصر دعامة رئيسية لاستقرار ليبيا والحفاظ على ثروات أبنائها. تحدث الرجل عن حجم الفظاعات والجرائم التي ارتكبت من قبل الميليشيات المسلحة بحق أبناء غرب ليبيا. وصل الأمر إلى حد فظاعات ربما كان من الصعب تصور حدوثها في مرحلة كهذه، لكنه برغم كل ذلك قال إنه يمكن أن يسامح وأن يصفح عن الدماء التي أريقت إذا ما لفظ أولئك القوم الميليشيات المتطرفة والإرهابية في سبيل أن تبقى ليبيا موحدة، وسيمد يده ويد من معه للسلام. لكن إذا اضطر اضطرارا للحرب فإنه لا مفر من الاستعانة بالقوات المسلحة المصرية بحكم التماس الحدودي، ليس ذلك فحسب، ولكن بحكم الأمن القومي المشترك الجامع بين مصر وليبيا. هذا الرجل هو الشيخ صالح الفندي، رئيس مجلس أعيان ومشايخ ليبيا. أرحب به في هذا اللقاء. أهلا وسهلا بك شيخ صالح. أهلا وسهلا بك مرحبتين. ما الذي مثلته مصر لكم، لكل ليبيا، ليس للمنطقة الشرقية فقط، لكل ليبيا، ما الذي مثلته مصر على مدار السنوات الماضية؟ والله أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم. من مصر العروبة، مصر الكنانة، مصر الأم، مصر الحضارة، مصر كل ما يقال عنها في حقها بسيط، ولكن مصر اليوم الحقيقة كل ما أتينا من ليبيا من أوجاع ومن ظلم ألحق بنا، اليوم لما دخلنا مصر نسينا كل شيء وتنازلنا عليه على سبة مصر وموقف مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي. نشكره من قل الأعماق، وشكره كل الليبيين باسم الليبيين وباسم المناطق الغرب والشرق والجنوب. وأتينا إن اليوم اتفقنا إن ليبيا وحدة واحدة، لا شرق ولا غرب ولا جنوب. لمستم هذا من مصر على مدار السنوات الماضية بأن مصر لمسنا حلاً لليبيا موحدة؟ نحن في مصر من تاريخ العثمانيين والإيطاليين تهجروا لنا المجاهدين أصلا، حتى من مدينة ترهونة من الغرب، وبقوا في مصر سنوات وتآخوا وتناسبوا وتخاولوا مع إخوانهم في مصر، وعاشوا في مصر وتعلموا في مصر وقسموا لقمة العيش أيام اللي ما فيش متاكل. ولكن اليوم جينا والحقيقة كان استقبال رؤساء. نحن اليوم شعرنا بأن نحن رؤساء، لأن مناش مضطهدين وناس مواطنين. استقبلنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، واليوم والله العظيم أخذنا منا درس. أي إنسان يرفع خشمه على هالبشر المفروض ما عاد يطلع من بيته، من الكرم ومن الاحترام ومن القدر اللي وفانا به الرجل وبارك الله فيه ومشكور. كان كلمته قوية، كان احترام لنا بقدرات، دعانا على وجبة الغداء، كنا كإخوة نتحاور ونتناقش. وجينا لمصر شفنا الشباب، شفنا الحيوان، شفنا الأمن، شفنا النظام. ندعو من قلب لأن احنا نولوا زي مصر وتكون ليبيا معافى إن شاء الله بإذن الله. شيخ صالح، كيف تقارنون عندما تجرون مقارنة، والمقارنة لن تكون منصفة ولا عادلة، بين طرف له حدود مشتركة تصل إلى 1100 كيلومتر
بينه وبين الطرف الآخر مصاهرة ونسب وجوار تاريخي واقتسام للقمة العيش كما وصفتها، وبرغم كل ذلك يقول إنه لا يمكن أن يتدخل إلا بطلب من أبناء الشعب الليبي ومن المؤسسات الرسمية المنتخبة، وبين طرف آخر يركل باب الليبيين ويذهب للسطو على مقدراتهم وعلى ما يقتاتون عليه. كيف ينظر الليبيون أولاً لهذه المقدرة؟ أخي العزيز، احنا عشنا على مدى العالم وسمعنا ورينا وشفنا، ما سمعناش ان ابناء ليبيا يوقعوا يجيبوا استعمار لليبيا. هذا عمره ما جاي. الاستعمار كان يجيب القوة، كان يجيب الغزو، يغزي، يحتل في مدن، يحتل في بلدان، يصير، لكن انه تنازل للأتراك والسوريين الآن عايتين في الأرض فسادة، ودخلوا لليبيا بعشرات الآلاف مرتزقة، دواعش كل دخلوا لليبيا، هذا حاجة تاريخ أسود. لكن اليوم جينا إلى مصر الحقيقة جايين جروح تدمي، واليوم تم شفاؤها في مصر، ونقول الكلام هذا أنا مسؤول عليه. أي خرق في ليبيا حيضر مصر، حيضر الجزائر، وحيضر تونس. هذا نحن جسد واحد، الوطن العربي جسد واحد. لما تشوف الاتحاد الأوروبي دولة يصير فيها مشكلة كلها تكون مع بعضها، لأنه بيضر الجميع. هذا الكلام اللي حدث في ليبيا أكثر ضرر على مصر، وأكثر ضرر على الجزائر، وأكثر ضرر على تونس، لأن قعد الآن الدواعش والدنيا ومن وراه قطر ومن وراه تركيا، وهذا تدخل سافر في حق الليبيين وفي الوطن العربي. احنا جينا للرئيس السيسي واحنا موقعين كبار صغار على ان يتدخل في اي لحظه في ليبيا، واحنا قدامه مالناش وراه، لازم يتدخل اذا كان الاستعمار التركي ما زال مستمر فيها الفوضى، لان حتنضر ليبيا حتنضر مصر. واحنا فرحنا لما نجحت مصر بالرئاسه وبالامن ونجحت في الديمقراطيه وصناديق الاقتراع، ليبيا ارتاحت. لو ان مصر كانت خربه احنا نخربوا نهائيا، وتنتهي ليبيا نهائيا، والاطماع في ليبيا، ليبيا خيراتها هلبه وعدد السكان بسيط، لكن نبوا ناخذوا درس من مصر كيف الناس عايشه، كيف الناس دايره، والوطنيه والعروبيه اللي في مصر لازم نتعلمها ولازم ناخذها، لان هذا وطن، اغلى شيء في الحياه هو الوطن، والانسان والله بلا وطن ما عنده كرامة. وإحنا من اليوم الرسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وعهد الرجال أن أي تدخل ولا إطلاق نار حتتدخل القوات المصرية بكل قوة، ونحن من أمامها مش من وراء. الرئيس عبد الفتاح السيسي كرر في أكثر من مرة بأن الرؤية المصرية تقوم على حل يحفظ وحدة التراب الليبي ويصون سلامة مؤسساتها، نريد حلا لمصلحة الليبيين. واليوم قال إننا لا نرجو من أي حل في ليبيا إلا وجه الله. هذه قناعة أيضا لديكم بأن الرؤية المصرية تقوم على أسس أخلاقية رفيعة أيضا؟ تتعرف أن الموضوع اللي يسوقوا فيه الإخوان والمجرمين أن هذا بيحتل وأن هذا شنو، الراجل أقسم أني ندخل ليبيا بأمر الليبيين ونخرج بليبيا بأمر الليبيين، وكلام اللي يقولوا فيه المصريين، واللي قال الرئيس هذا رئيس دولة عظمى لها كلمة لها باع، قال أننا حندخل وإحنا نطلبوه أن يدخل، لأن إحنا نهنا ودرنا وحاولوا يقسم ليبيا. ودخول تركيا ليس لي في صالح الليبيين، ولا هدف من دخولها إلى ليبيا هو الليبيين، هدفها احتلال النفط في خليج سرت، لأن هذا منبع النفط القوي، والآن الجنوب الآن الليبي بكل خيراته يمشي على النفط، ولكن مهان، طريق ما فيش، مية ما فيش، صحة ما فيش، تفشي الكورونا، وهذا كله من السراج. السراج هذا برا من طرابلس ما يحكمش ميتر ولا يعلم بليبيا وين، هذا جابات اتفاق الصخيرات. نحن الليبيين لما تنتهي الاستعمار يخرج والميليشيات تسلم سلاحها، ناتوا الى صندوق الاقتراع مثل ما حدث في مصر. انت تتعامل مع الوضع ومع الواقع الحاصل في غرب ليبيا على انه استعمار، والكلمه تجري على لسانك جريانا مستساغا وسلسا. كثيرون ممن التقيناهم قالوا ذات التوصيف، اذا كان هناك قناعه لدى الليبيين بان هناك احتلالا تركيا لاراضيهم، من في ليبيا لا تزال تجري في عروقه الدماء يمكن ان يقبل بان يكون وطنه مستعمر ومحتل بهذا الشكل؟ اقسم بالله في ليبيا باستثناء العصابه الحاكمه الميليشيات اللي تاخذ في اوامرها من قطر ومن تركيا، في الليبيين رانا مستعدين للجهاد، لكن انت عارف قدرات الاتراك حتى ابناء غرب ليبيا كل وانا مسؤول. نعم. ليبيا احنا ضحينا، حرقوا بيوتنا، واليوم ترهون هذه مدينه كبيره. اردوغان القى خطاب قال احنا نحن الاتراك حررنا المطار وحررنا ترهونه، والله ما يقدر يخشها هذه العصابات المارقه الا بالاتراك. ولما انت تستنصر بالاتراك يقولوا انا واخي على انا واخي على ابن عمي وانا وابن عمي على الغريب، هذا غريب. من الذي يمكن اذا ان يصدق ان هناك ليبيا يحتفي بان
غربيا أو أجنبيا كالجنود الأتراك يقتلون أبناء جلدته وأبناء وطنه فيحتفي بهذا. إذا كان حضرتك أشرت إلى هذه في اللقاء الذي جمعكم بالرئيس السيسي، قلت إردوغان وقف وقال نحن الذين ذهبنا واقتحمنا طرحونا، من الذي يمكن أردوغان أن يفعل؟ ألقى خطاب وقالوا نحن عندنا مليون تركي في بقايا الأتراك في كل مدن العالم، الانكشارية الأتراك اللي كانوا موجودين في كل مكان، ورحبوا بأردوغان ولا يمثلوا شيء ولا يمثلوا في الليبيين حاجة، الليبيين حرار، الليبيين وطنيين، الليبيين بكل مكونات الليبيين من الأمازيغ من التبو من التوارق، وكانوا اليوم متواجدين وموجودين. نحن لا نرضى بالاستعمار، هذا اللي يجيب الاستعمار. حتى هتلر قال له من أحقر الناس؟ قال الذي يبيع الوطن، اللي يبيع الوطن هذا أحقر العباد وأحقر الناس. هذه مجموعة ضالة بتحكم بالقوة بتحكم بالسيف. احنا الآن لما يتصدق أن نبو الديمقراطية ولا لحكم العسكر نقول نحن العسكر، الجيش هو الحصن المنيع وهو الأمن وهو الاستقرار، وبعد ما تستقر ليبيا ناتو إلى صندوق الاقتراع. هل يمكن تصديق أن هناك شخصا منتمي لتنظيمات متطرفة يقول أنه يدافع عن مدنية الدولة؟ ما علاقة أولئك بالدفاع عن مدنية الدولة؟ أنت شوف، تجي لمدن آمنة انسحب منها الجيش بدل ما تعمرها تدمرها، تحرق المراكز الشرطة، تحرق مديات الأمن، تحرق الزيتون، تحرق الأشجار، تحرق الحيوانات، هذه وين؟ تي مدنية وي كلام. في غرب طرابلس مدينة صبراتة آمر منطقة دبح ولادة دبح بالموس، حتى في الجاهلية ما صارش. أي مدنية ويتصدق احنا نبو الديمقراطية ولازم من تو مصر شن أمنها ربي والجيش شن يأمن، لأن هو الحياة وهو الأمن. شيخ صالح، في حضرة الرئيس السيسي وفي حضرة أعضاء الطاقم الحكومي المصري من الحاضرين وفي حضرة أعضاء مجالس وأعيان ووجهاء ليبيا، تحدثت عن فظاعات مروعة وقعت في غرب ليبيا، ما الذي جرى هناك؟ شفت أنت لما المغول دخل العراق أسوأ، حرق البيوت، الأشجار، الحيوانات، شن علاقة الحيوان، شن علاقة البيوت، شن علاقة الأشجار، هذه كوارث، الذبح، النهب، السلب. بنغازي حتى هذه البرقة كانوا يلعبوا، قصوا في راس الرجل يلعبوا به في كرة دواعش، وهذه لازم يحاربوا بكل قوة. الدين الإسلامي دين تسامح، دين عقل، دين يصلح لكل زمان ومكان. الآن الدين الإسلامي ينتشر في أوروبا، نشر النار في الهشيم، مش ينتشر بالسلاح وبالقتل وبالنهب وبالدنيا. هذه فرق ضالة وضرت الناس، الآن موجودين في مدينة طرابلس وزادوا عليهم من الميليشيات. الجيل المرتزق السوري يأخذ 2000 دينار والجيل المواطن الليبي 500 دينار في المصرف ما يحصلهنش، صاحب أسرة 7-8 أفراد ما يحصلش 500 دينار والمرتزق السوري 2000 دينار. إحنا يطلع الميليشيات تسلم سلاحها وإحنا لازم نديروا عفو عام، نعفو على بعضنا. أنت قلت هذا وكانت المسألة غريبة برغم كل الدماء التي سالت، لكنك لازم مستعد على بيوتنا على أولادنا اللي مات بيش نبو وطن باش ليبيا ما تمزقش. والكلام هذا قلناه قدام الإعلام وقدام وسائل الإعلام المدودين، لكن أمتى بعد ما يطلع الاستعمار. لكن إحنا الآن جينا وكنا وفد قوي ووفد كبير وكان استقبال راقي وعطينا الضي الأخضر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدخل ليبيا كأنه داخل الإسكندرية. الرئيس السيسي قال عبارة اليوم بدت لافتة وربما تكون عنوانا حتى بعد الدعوة الليبية للتدخل المصري، سندخل بطلب وسنخرج بأمر، بمجرد ما توجهه الليبيون يوجهوا طلبا لمصر ستتدخل وأمرا لمصر ستخرج. مجلس النواب أعطى أمر، والقبائل اللي هي ليبيا قبائل، ليبيا حكمها قبائل، وعطت الأمر والإذن للجيش المصري يتدخل في أي وقت إذا أردوغان ما انسحبش وما دارش. أعمال انسحاب، موقف إطلاق النار، أعمال الصلح، أعمال التسامح، نحن جميعا نمد يدينا ونتنازل باش الناس تعيش، باش تدير، حتى الشباب اللي غلط تنازلوا له ونسامحوه. لكن إذا إن هذا الكلام ما فيش لازم من تدخل الجيش المصري. طيب كيف تستقبل رسائل من هذا النوع على المستوى التصالحي وعلى مستوى وقف القتال وعلى مستوى الذهاب إلى حل سياسي ليبي؟ ليبي يلفظ بموجبه وقبل ذلك الميليشيات المسلحة الموجودة هناك. الميليشيات المسلحة مرفوضة شكلا وموضوعا. أول لازم من الجيش، والجيش الليبي اللي الآن موجود من عند سرت إلى عند الحدود المصرية جيش ليبي في كل القبائل من الغرب من الشرق من الجنوب، ضباطنا أولادنا أبناؤنا، قائد المشير خليفة بن قاسم حفظ بدأ ب170 والآن الحمد لله بالألاف بالإمكانيات بالدنيا، ونقدموا له الشكر الجزيل لأنه هو اللي حمي الوطن. لكن الآن راه تدخل تركي سافر، لازم من تدخل الجيش المصري بكل قوة.
الرئيس السيسي كان قد طرح رؤية أو قدم التصور المصري القائم على احترام المؤسسية واحتكار السلاح في يد جهة واحدة فقط هي الدولة، عندما قال إنه أولى بأبناء القبائل ممن يحملون السلاح أن ينصهروا جميعا في إطار وطني واحد هي القوات المسلحة الليبية. هذا تحقق في شرق ليبيا شيخ صالح؟ هذا في شرق ليبيا تحقق. نعم. بالكامل. نعم. حتى في غرب ليبيا الآن رأوا ممكن شباب مغرر به، لازم اللي ما عندهش فكر يسلم سلاحه ويرجع لقبيلته ويصير التسامح ويصير الدنيا ونجول الوطن، لكن رأوا هذا الاستمرار في الفوضى غلط. رأوا في غرب ليبيا مآسي كبيرة، القتل والضرب والنهب والدنيا، هذه كلها ميليشيات مسلحة. تجي لمدينة تلقى فيها 400-500 ميليشيا، ميليشياوي يملك دبابة، يملك الهاوزر، مش يملك بندقية. وكان هذا الناس تواجه بعضها، لكن انت عندك دبابة وانا عندي بندقية كيف تكون؟ وما فيش من يحميك، شرطة ما فيش، امن ما فيش، اللي تشوف في طرابلس كله كلب وهم. والان اللي بيقعمز حتى حكومة السراج تصدر قرار تلغي الميليشيات ويطلع الاستعمار انقعمز للصندوق الاقتراع، واللي جيبوه الليبيين احنا راضيين به. هناك كما ذكرت حضرتك وذكر الليبيون اقتصاد متكامل قائم على الاستثمار في الميليشيات، عنصر الميليشيا الواحد يتقاضى مئات الدولارات أو ربما يصل إلى 2000 دولار بالنسبة للفرد الواحد، أسلحة ثقيلة ربما يجب أن تحوزها الجيوش النظامية للميليشيات، وبالتالي قرار تفكيك هذه الميليشيات بيد من في ضوء هذه المعطيات؟ في يد الجيش وفي يد المجتمع الدولي يصدر قرار. نعم. أنه هو يفك الميليشيات لأنه يملكها ويقدر يملكها بقوة، ما توخرش يدخل المجتمع الدولي يملكها، ومصر ما يملكها، احنا ما نبوش نقتل بعضنا، ما نبغي عيالنا من القتل، عيالنا من السلب. لكن الان انت اللي عارف اللي صاير في مدينة طرابلس، الميليشيات استولت على الاموال بالملايين، طفل مواليد 2000 و2004 يملك 70 مليون و50 و60 و30، جيلي رجل صاحب اسرة ما عندهاش 1000 دينار، هذا بيشري ولدك وبيشري ولدي، وعيل بياخذ الشاب بياخذ سيارة وبيبي عربية وبيبي هذه يشري كل الفلوس دي اللي تشوف فيه في مصر في ليبيا المركزي بالمليارات من 2011 إلى أن تو، حاجة متر أرض بناها ما فيش، كل دمار. الرئيس السيسي قال وهو يتفقد القوات في نطاق المنطقة الغربية الشهر الماضي، قال إن القوات إذا طلب منها أن تتقدم ستتقدم، وأنتم أبناء القبائل ستكونون في الطليعة والمقدمة، وأنت الآن تقول إننا سنكون قبل القوات المسلحة المصرية إذا ما أردت التدخل. حتى في كلمتي بكري لما أنا تكلمت قلت للرئيس السيسي أمتى ما طاعت إشارة تلقانا في سيد البراني. نعم. المشايخ ناتوا في سيد البراني وإحنا بنركبوا من قدام بالعلم الليبي وبخش وغادي لا بالمواجهة، هذا استعمار. راو شوف اللي يقولوا اللي تغدى بيك تعشى بخوك، هذا جايك راو لمصر ولغير مصر، وهذا خطة من وراها استعمار ومن وراها دين. لكن احنا نبلغ رسالة، نمد يدينا للديمقراطية، لصندوق الاقتراع، للاحترام، ولكن إذا طلب منا فرض علينا القتال، هالجيش اللي نبني فيه وهالعد نعد فهل اليوم هذا يوم لازم يوقفوا فيه بقوة. هذه قناعة لدى ممثلي القبائل والأعيان والوجهاء والكبار، ولا الشباب والفئات الأقل على مستوى الفئة العمرية لديها ذات القناعة؟ هذه المشايخ والأعيان والشباب والرجال والنساء والأطفال نفس القناعة، لأن الناس تعبت. الناس عندك تمشي أنت من عند طرابلس بدل ما تمشي لا عند طرابلس 10 ساعات، بدينا نمشي في 30 ساعة من الطريق ومن النهب ومن السلب ومن الميليشيات، وما فيش مدينة دخلها إلا ما يدمرها. ترى هون اللي كانت مبنية ودائرة وصاير فخط، لكن هذه كانت لازم من وقفة فيها تنتهي الميليشيات ويطلع الاستعمار الترك والجيش يأمن ويأخذ انحياز زي ما دار الجيش المصري ونجول للصندوق الاختراع، اللي يجيب الصندوق احنا مقتنعين به. كل ما قاله الرئيس السيسي وهي قناعة ليبية أيضا برفض التقسيم وبرفض كل تقسيم قائم على أسس مناطقية أو جغرافية، هذا يقود أيضا إلى قناعة بأن المستهدف لن يكون بالمرة المواطنون الليبيون في غرب ليبيا. اللي قال الرئيس السيسي اليوم في قلب كل ليبي، وهذا الواقع، ونعرف النية ونعرف النوايا، لكن احنا راهو الاستعمار هذا أسوأ، وشوف الأتراك معاملة سيئة، والأتراك تجيب لك في الميليشيات اللي كانوا في سوريا واللي في العراق المجرمين، ما يجيكش عسكري وما يجيكش رجل منضبط وما يجيكش الوحدة، لما شوفوا احنا رجال الأمن هنا كيف محترمين، كيف هذا المدوا دين لهم، والقانون على الجميع، ما حد يهرب من القانون، وحتى اللي غلط يتحمل مسؤوليته بالقانون، لكن هذه جرائم كبيره لازم برد. ورساله للسيسي للرئيس وللشعب المصري اعطيناها الضي الاخضر بكل قوه.
ما فيش رجوع في الموضوع هذا، وهذا حال كل ليبيين، حال كل الليبيين حتى الموجودين في غرب ليبيا لديهم هذه القناعة. غرب ليبيا وأني كلام هذا المصريين عليه. وإحنا رئيس مجلس مشايخ وعيان ليبيا عقدنا اجتماع في مدينة ترهونة، حضروا فيه 5000 شيخ، ومبتق من هذا المجلس يمثل كل الليبيين. 5000 شيخ في مدينة في يوم واحد، كان في مدينة ترهونة يوم 2020 وانتهي، واختاروا من الليبيين، وهذا جزء منا. واللي حضروا اليوم واللي غايبين كلهم نفس الكلام هذا، ونبوا اليوم خلينا احنا ان احنا اطمأنينا وان احنا ارتحنا وان احنا تهنينا على البلاد. ان شاء الله ما يجي الا خير باذن الله. ان شاء الله. شكرا جزيلا لحضرتك الشيخ صالح الفندي، رئيس مجلس مشايخ وعيان ليبيا. شكرا جزيلا لك، ونشكر مصر وشعب مصر الطيب العريق، والله ان شاء الله ربي يزيدها خير. اهلا وسهلا بحضرتك. السلام عليكم ورحمه الله. شكرا جزيلا لك. شكرا لكم على طيب متابعتكم. لا تزال هذه اللقاءات مستمره معكم ما بعد ختام اللقاء الذي جمع مشايخ واعيان وجهاء القبائل الليبيه بالرئيس عبد الفتاح السيسي هنا في القاهره.